لك يا فيروز؟ فيروز؟ ده هي انت اللي شغل التليفون؟ تعال شوف. مع مين عم تحكي على التليفون؟ عم بحكي مع سلمى بنت عمتي ماجدة. كذابة! لا مالي كذابة، وليش عم تطلع والنازلة عم تقولي كذابة؟ بشو كذبت عليك؟ وليك؟ انت وحدة قليلة الأدب عم ترفعي صوتك بوشي؟ قسما بالله لألغي لها التليفون الأرضي من البيت. افتحي الذاكرة لشوف، بدي أشوف مين هذا الابن الكلب اللي كنت عم تحكي معه. عم أقول لك عم بحكي مع سلمى. مع سلمى يا كذابة؟ وين عمك؟ وين بدها تكون يعني؟ عند الجيران. هاتي من ايدك لشوف، كذابة، روحي من وشي، يلا. هي رح أحكي مع سلمى لشوف كذبة. ها؟ هي طلع الخط مشغول يا كذابة. الو الو اهلا خالو، انشغل بالي عم اتصل فيكم. شو يلي شغل بالك؟ كنت عم احكي مع رحاب وفجاه انقطع الخط ورقمكم مشغول. والله شغلتولي بالي، اللي صاير شيء؟ ما في شيء، ما في شيء خالو. كيف امك؟ امي منيحه، بس رحاب وينه؟ بالمطبخ. يلا خالو يلا، سلمي على اختي كثير. اهلا وسهلا، مع السلامه. مع السلامه خالو. العمى شو عملت بالبنت؟ الله لا يعطيني العافية، شلون مديت ايدي عليها؟ البنت صارت فوق 23. الله يلعن الشيطان، حتى لو كانت أصغر من هيك ضروري مد ايدي عليها. شو هالعادة الوسخة هي؟ ايه بس كمان هي بتقعد ساعة على التليفون، شوفي على التليفون ساعة كاملة مشان العلاج المصدي. يا الله يا الله، ليش هيك عملت؟ لا، قالوا عم نظر على العالم عن حرية المرأة. والله لو بيدرى أبو محمود ليش العبط يشل. ليش شو اجي؟ لا ما اجي، جيب لك شي معي لما اجي. ليش معصب؟ شو عم بسألك؟ عم بسألك اذا اجيت ولا ما اجيت؟ لا لا تسأليني، تركي بنتك بالبيت وقعدي عند الجيران عم تطيح حنان، انت وحده مستهترة. انا مستهترة؟ الله يسامحك يا هشام، يعني واذا كنت عند الجيران؟ شو بنتك صغيرة اذا تركتها لحالها بالبيت لحتى تخاف عليها؟ لا ما صغيرة، بس انا ما نقلتك من وظيفه لوظيفه ما تداومي فيها منشان تروحي تداومي عند الجيران وما تشوفي طلبات بيتك وبنتك. وحتى بالقهوه اجاني حكي منشان حضرتك. وشو علاقتي بالقهوه انا لجيب لك الحكي؟ الله يسامحك يا ابو فريد، بعدين قلي شو ناقصك انت بالبيت؟ هات لشوف، احكي شو ناقصني. شو طبخت اليوم؟ وانت اجيت على البيت وما لقيت الطبخ جاهز؟ ايه روحي 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 سخني الغداء روحي. وهلا صار بدك تاكل وقت الغداء؟ وين الخطا الشائع تبعك انه ما ضروري نتغدى وقت الغداء ونتعشى وقت العشاء؟ اللي ايه هلا بلا غلاصة وروحي سخني الغداء روحي روحي. وين رحاب؟ وين يعني بغرفتها، هي وحده قليله الادب. لك اخ يا ضيعان التربايه فيها، انا اصلا بدي رد ربيه من الاول. لا لا يا هشام، ما حبيتها منك. هي بنتك تحكي عنها مو مرباية؟ ايه مرباية، احسن ترباية واحسن من كل البنات. ضربة تخلع رقبتها ان شاء الله. لك ساعة ساعة على التليفون ساعة. واذا تحكي على التليفون يعني ما بكفي، لا بتفوت ولا بتطلع، شو بدها تقعد تعمل بالبيت يعني؟ تتعلم. انت اخر واحد بتحكي عن تعليمها، بعدين شو بدها تتعلم وانت قبر هون؟ تتعلم الطبخ. لهلا ما بتعرف اللي بيطير. بس هذا مو معناته انك تضربني وتمد ايدك علي. ضربتها؟ معقول يا هشام تضربها؟ كم مرة حكينا بهذا الموضوع؟ يلا موتي كرمالها كذابة. هي وحدة كذابة، ما ضربتها، انا اخذت التليفون من ايدها وفوتها على الغرفة بس. لا ماني كذابة، دفشتني بكل قوتك لجوا على الغرفة وخلعت لي كتفي كمان. ولو عم بقلبك عم تكذبيني. وينك؟
فوتي بنتك احسن ما قبتلي فيها، قسما بالله بمسع لعبتها. خلص عود عود، ريح ريح، فوتي انتي فوتي. العمى فعلا انا حيوان. لك شلون بضربها؟ لك تضرب القهوة ويضرب ابو محمود وغلاصته، والله هو سبب كل تعصيبي.